السلام عليكم، اهلا، كيفكم يا رب؟ كل خير. جاتكم مقطع جي اليوم، مقطع على لعبه روك سيميليتر التيميت. اليوم بمقطعنا هذا راح اشرح لكم التحديث اللي نزل عند اغلب الناس، اللي هو للاندرويد 1.1.1 وللاجهزه الايفون 1.0.7. طبعا نفس التحديث، بس كل واحد بيختلف الرقم فقط لا غير. بالنسبه للتحديث هذا يا شباب، راح اشرح لكم التفاصيل والاضافات اللي نزلت على هذا التحديث او على اللعبه. هل تصلحت مشاكل او ما تصلحت مشاكل؟ هل في اضافات واقعيه يعني بالفعل ولا لا؟ هلا راح نشوف هذا المقطع. فلذلك قبل ما نبدا المقطع، سمونا الصلاح محمد عليه الصلاه والسلام، ودعمونا المقطع باللايك، واشتركوا بالقناه اذا ما اشتركتم، وتفعلوا زر الجرس لتصلكم كل جديد. وبترككم مع المقطع مشاهد ممتع. طبعا شباب، في عنا قائمه التحديثات او قائمه الاضافه اللي نزلت هلا مثل ما شايفين. اول شيء ضافوا على اللعبه، غيروا ايقونه اللعبه، صارت الشاحنه شاحنه المان، يعني ايقونه اللعبه صارت شاحنه المان مثل ما شايفين يعني. وثاني اول شغله من الاضافات اللي صارت على اللعبه اللي هي كل الطرق تغيرت. كل الطرق تغيرت، يعني اغلب على يعني الاغلب انه ضافوا طرق او عدلوا شوي على الطرق. في عنا اضيفت مدن جديده، مدن جديده على الاغلب يعني مدن مثلا بالنسبه للخريطه التركيه على الاغلب، يعني ما اظن انه مدن او بلاد جديده، ما بظن. فلذلك يعني هاي الشغلات يعني عباره عن طرق يعني هيك على الاغلب. في عنا لعبه بطاقات مضافه او لعبه بطاقه مضافه مثل ما شايفين قدامكم. هي يا شباب هي عبارة عن البطاقات اللي شايفينها قدامكم، هي اللي فوق. طبعا هي البطاقات يعني بظن انه ما تغيرت او ما تعدلت، هي هي مثل ما هي مثل ما شايفين، يعني بظن انه هي تذكير او هيك شيء على الاغلب. وبالنسبة بيجوز يا شباب انه وقت بتلعب او وتربح او هيك شيء يعني يعطوك بطاقات زيادة او هيك شيء على الاغلب. في عنا الجلود المضافة، يمكنك صنع بشرتك الخاصة عن طريق تنزيل ملفات الجلد من موقعنا على الانترنت. شباب هو عم بيقول لك هون، عم بيذكرك انه تقدر تاخذ سكنات من موقع يلي موجودة على اللعبة، وبتدخل على على المرآة، بتختار السيارة، بتحط لها اضف مظهر مباشرة. بس عملت اضف مظهر بيظهر لك انه الموقع، بتاخذ منه السكنات تبع السياره اللي بدك اياها، وهيك بتقدر تضيفها وبتقدر تعدل عليها وتظبطها انت على كيفك. يعني هي عم بيذكروك على الاغلب. وفي عنا تمت اضافه تاثير الموظفين على المكاسب والمصروفات. هي شباب هي على الاغلب على الشركه، يعني بمبدا الشركه صار انه ياخذوا مثلا مصاريف او يصرفوا، او يورجيك انه هي هيك عم بيصرفوا، هون هيك عم بيصرفوا. ايقونات يعني عباره عن ايقونات فقط لا غير. بس انا برايي صار في مشاكل زياده في اللعبه، اللي هي صار هلا انتم شايفين قدامكم بالشركه صار فيها شويه لاج او بطء من ناحيه مثلا مثل ما شايفين. بتنقل انا بالكاميرا مثل ما شايفين بهالشكل، صار فيها شويه تقل على الاغلب. يعني ببشركم في مشكله زياده او مشكله جاي على الطريق. هي مثل ما شايفين يعني عباره عن الشركه صار فيها ثلج وما ثلج وهيك شغلات. فلذلك شباب راح اختار هلا حموله وادخل اشوف هل تعدل في شيء او لا. طبعا على الاغلب في صار شيء على الطقس، يعني ضافوا المناخ الثلجي او الجو او هيك شيء. انا راح ادخل هلا مثال على الحموله الاولى مثلا. في عنا هون عم بيقول لنا انه الطقس، شايفين هاي الطقس يا شباب؟ هي الطقس صار بامكانك تختار الطقس اللي بدك اياه. مثلا هون في عنا على الطرف اليمين بتقدر تختار مثلا الطقس يكون ثلجي صافي غائم جزئيا، مثلا ثلج ام اقل، تمطر يعني تمطر قليل او ماطر، او يعني هالشغلات، برد، مثلج، عاصفه ثلجيه. خلونا نختار مثلا مثلج لنفترض بما انه هي جديده. نقدر نختار من هون على الطرف اليسار الصباح او مساء او بعد الظهر او المغرب او العشاء او ليلا مثلا. لنفترض رح اختار بعد الظهر، تمام يا شباب. هلا رح نضغط على العب. هي بس من اخترت هيك السيرفر، على الاغلب هذا السيرفر صار يقدروا الناس يدخلوا معك بشكل انت اللي بتختاره، يعني انت المؤسس السيرفر او مؤسس الحموله هي، صار بامكان الناس تدخل معك بهذا الشكل، يعني على مبدا انه الحموله تدخل بشكل اللي بتحبه انت، تمام يا شباب. فلذلك ما راح ادخل هلا بهذا الشكل، انا راح ادخل على بناء البلازا. طبعا مثل ما شايفين شباب نحن هلا حاليا بحموله بناء البلازا، رح نشوف اذا انحلت المشكله فيها ولا لا. طبعا هون اغلب الناس دخلت معنا، كانت اخر شيء كان عم بيكتب لنا تحميل البيئه، ونزلت لكم مقطع وفشيت القهر وهيك مثل ما شفتوا. فلذلك رح نشوف هلا هل رح تدخلنا ولا ما يدخلنا. رح نشوف، غالبا تصلحت يا شباب لاني كاتبين لك اصلاحات للشوائب، فيعني 90% تصلحت يا شباب مثل ما شايفين بما انه دخلنا. هلا انتظار لاعبين اخرين، يمكن السيرفر انه بيدخل الناس يلي ما دخلوا او هيك شيء. طبعا شباب مثل ما شايفين هيك فتحت عنا بناء البلازا، شايفين يا شباب؟ واخيرا 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 يا شباب، بدي منكم زلغوطه يا شباب، الكل يصلي الكل يصفي يقول الله اكبر. شوفوا لنا على التعديل يا شباب، شوفوا لنا على الوضع.
طبعا شباب حمولة البلازا ما راح اختارها هلا، راح اخرج ونشوف هل في تعديل على الخريطة ولا ما في تعديل. طبعا ما راح اخد حمولة، بس فقط انه راح اشوف الشيء السطحي. تمام يا شباب؟ طبعا شباب مثل ما شفتوا جربنا الاونلاين، دخلت على الاونلاين ودخل، بما انه دخل على بناء البلازا هيك معناتها انحلت مشكله الاونلاين يا شباب، لاني كان ما عم يدخلنا عم يكتب لنا بس تحميل البيئه وهيك شغلات. هلا راح ارجع انا للاوفلاين واختار مع بعض، نختار حموله هيك على السريع ونشوف هل في مشاكل ولا لا، هل رح نشوف اذا كان في اضافات للطرق ولا لا. طبعا ما راح اخذ الحموله واوصلها مشان ما نطول المقطع، لاني حبيت انه اعمل لكم هذا الخبر للي ما بيعرف انه نزل تحديث. طبعا في كتير ناس بعتوا لي على الانستغرام انه نزل تحديث، وانا بعرف انه نزل تحديث، كان في مقطع راح انزله غير هالمقطع بس ما نزلته مشان اورجيكم التحديث هذا، انه كان في غير مقطع كنت راح انزله لغيته ونزلت هذا، فلذلك هلا راح تشوفوا. راح اختار انا بعد الظهر مثل ما شفنا بعد شو قبل شوي، نضغط على مسلج، نضغط على العب، راح ادخل ونشوف الوضع. طبعا شو شباب شوفوا لنا على الوضع، هل سكانيا عجبتكم بهالش؟ شوفوا لنا على الاكتروس يا شباب، شوفوا لنا على الاكتروس، وين عشاق الاكتروس يا شباب؟ وين عشاق الاكتروس؟ شوفوا لنا على الوضع، شوفوا لنا المجنزرات يا اخي، هي عن جد حلوه يا شباب، شايفين؟ صار يحطونا جنزير وما جنزير وهيك شغلات. خلونا نمشي نشوف هل في تغيير ولا ما في تغيير، لاقصى حد ممكن نقدر نروح عليه راح امشي ونشوف شو الوضع. طبعا شايفين الطريق كله تلي، كله ثلج وما ثلج وهيك مثل ما شايفين، يعني هالمره يمكن عدل وظبطوا بالكامل انه الطرق، ما راح اجرب الطرق بالكامل، راح اشوف قدر الامكان هل في تعديل ولا ما في تعديل، يمكن عدلوا على خريطه تركيا على الاغلب. ان شاء الله يكون عجبكم التحديث ونحلت مشاكل عندكم، اهم شيء يعني المشاكل اهم شيء انه تنحل، لان في مشاكل كثير عم تواجه الناس، ما بيقدروا يدخلوا على الاونلاين، ما بيقدروا يدخلوا على مثلا حمولات او بيخرجهم من اللعبه، يعني في كثير مشاكل كانت، ان شاء الله يكون حلت، واذا انحلت يا ريت تقول بالتعليقات. طبعا في كثير ناس بعثوا لي على الانستغرام لا تقرزوني ما ردت عليكم لحد الان، ان شاء الله راح نلاقيكم بالبث المباشر اليوم اذا كان قدرت افتح بس، ونجرب الخريطه ونجرب الطرق مع بعض اذا الله راد، وان شاء الله نقدر ندخل اونلاين. وهلا يا شباب كون وصلنا معكم لاخر المقطع، بتمنى منكم تدعمونا المقطع باللايك، واشتركوا بالقناه اذا ما مشتركين، وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، وبترككم بامان الله وسلام. We'll be right back.